سوزان ساروندون الممثلة صاحبة الأوسكار وصاحبة المسار الفني والنضالي المبهر والمتميز أعلنت منذ بداية الحرب دعمها لأهالي قطاع غزة. خرجت في المظاهرات الداعية إلى وقف إطلاق النار وحولت صفحتها بموقع إكس منبرا لمناقشة تطورات الحرب مع صورة تبين مساحة الأرض التي استولى عليها المستوطنون في فلسطين بين عامي 1918 و2021. سوزان ساروندون دفعت ثمن موقفها، فقد استبعدت من قبل وكالة EUT أبرز وكالات إدارة الأعمال في عاصمة السينما العالمية التي ألغت التعاقد معها الساري منذ 2014 دون أي تبرير. أما الممثلة ميليسا باريرا بطلة الجزئين الخامس والسادس من سلسلة أفلام سكريم الشهيرة فلن تشارك في الجزء السابع بقرار من دار الإنتاج بررته بعدم التسامح مع معاداة سامية والتحريض على الكراهية. وواقع الحال أن ميليسا باريرا لم تعلن أي موقف معاد لسامية ولم تحرض على الكراهية، إنما أعلنت تضامنها مع الفلسطينيين ونددت بحصول تطهير عرقي في غزة. وللسبب نفسه فقدت مها دخيل إحدى أكبر وكلاء الأعمال في وكالة CEE منصبها، علما أنها المسؤولة المباشرة عن إدارة أعمال النجم توم كروز، وهو الذي تدخل لصالحها لتحتفظ بعملها كوكيلة لكن دون أي منصب. كانت دخيل قد كتبت في منشور على إنستغرام: ما هو الشيء الذي يفطر القلب أكثر من مشاهدة الإبادة الجماعية؟ نشهد إنكار حدوث إبادة جماعية. من المشاهير الذين أعربوا عن مساندتهم للفلسطينيين أيضا الممثلة أنجلينا جولي التي علقت على الحرب قائلة: هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ عقدين، وها هي تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. أيضا وجه العشرات من مشاهير هوليود بينهم الفنان جون كوزاك والممثل الحائز على الأوسكار خواكين فينيكس والكوميدي جون ستيوارت وسوزان ساروندون رسالة إلى الرئيس جو بايدن تدعو إلى وقف إطلاق النار. وكتب المواقعون: نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. في الصف المقابل المؤيدون لحرب إسرائيل على غزة، الممثلة غال غادوت بطلة فيلم المرأة الخارقة تقوم بحملة كبيرة للترويج للدعاية الإسرائيلية في هوليوود، وتدعو المشاهير إلى إبداء تضامنهم مع إسرائيل. يتعاون معها في حملتها المخرج الحائز على الأوسكار جاي ناتيف. أما المخرج كوينتين تارانتينو فزار إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي بغرض الدعم المعنوي والتقط الصور التذكارية مع الجنود. الممثل والمنتج جيمس وودز بدوره في منشور على منصة إكس قال: لا لوقف إطلاق النار، لا للهدنة، لا للغفران، بل وذهب أبعد من ذلك في حقده وفي كرهه للفلسطينيين باستخدامه واسم اقتلوهم جميعا. وصمت المشاهير يثير الغضب كذلك. الممثلة والمغنية سيلينا غوميز التي لديها 430 مليون متابع على إنستغرام تعرضت لانتقادات حادة بسبب صمتها، ومثل مشاهير آخرين كجينيفر لوبيز وجيجي حديد اختارت غوميز الطريق الوسط بتوقيع عريضة فنانون من أجل وقف إطلاق النار الآن.